السلام عليكم الأحلى متتبعين ديال مريم فاميلي، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب كنقول لكم سنة هجرية سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير. أهم حاجة أنني كنتمنىكم تكونوا دائما بخير وعلى خير، وكل واحد فيكم كنتمناه يكون كيتمتع بحياته، كيعيش أجمل أيام حياته، حيث الحياة كتعاش مرة واحدة ما كتعاش جوج المرات. فلهذا أخوتي استمتعوا بالحياة ديالكم وعيشوا الحياة ديالكم، ما تسوقوش البشر اللي عملتي معاه راه ما غيكونش راضي عليك، دائما غادي يبقى يعني واخا تعمل معاه اللي تعمل معاه. فلهذا تهلاو في راسكم وعيشوا حياتكم، واللي في قلبوش حاجه الله يعطيها له في هذا النهار هذا يا ربي. المهم اخوتي، الموضوع ديالنا اليوم هو واحد الاخت معايا، او كنحسبها بحال الام ديالي، واحد المراه الله يعمرها سلعه كما كنقولوا بهذه الكلمه، بغات اخوتي تشارك معكم كيف العلاج ديالها، يعني كيف جبراتو ديال جرثومه المعده. شنو هي جرثومه المعده وكيف كتكون وشنو العلاج ديالها؟ خليكم معها، هي اللي غادي تشرح لكم اخوتي. السلام عليكم متتبعين مريم فاميلي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد من شاطئ الفنيدق الريفيين بالضبط اخوتي. معايا واحد السيده بغات قالت تعمل اجر في القناه ديالي. قلت لها شنو هذا الاجر اللي بغيتي تعمل؟ خليكم تكتشفوا الاجر اللي بغات تعمل. الله يجعلها لها حسنه مغفره لذنوبها وذنوب الوالدين وذنوب جميع المسلمين على بركه الله. المهم خليكم تقدم نفسها وتقدم راسك. السلام عليكم المشاهدين، انسى ورجال اللي في المغرب اللي خارج برا، غنقول لكم على جرثومه ديال المعده. انا كانت فيا عام وعمر شي طبيب ما اكتشفها واش فيا. تجيني الدوخه، تنعش في الليل، تجيني الحراره، واحد تيقول لي عامل العاده الشهريه، واحد تيقول لي من الاعصاب، كل واحد وشنو تيقول لي. كملت عام، مشيت لعند الطبيبه عطاتني الدواء باش نعس ديال الحومه، كل مره كيفاش تعطوني الدواء. مشيت عند الدكتوره ديال العسكر اختصاصيه، ملي مشيت لعندها عاودت ليها وديت هذوك الدويان كاملين، عطاتني التحليله ديال جرثومات المعده. ملي مشيت عمل ديك التحليله تلقى جرثومه عندي طالعه بعام وزياده وهي عندي. عطاتني الدواء ديال جرثومه ديال المعده، تنشريها جوج سيتم 50000 فرانك الوحده، 10000 ريال ديالنا، جوج كرطونات، وحده 20000 فرانك وحده 20000 فرانك، تنشربهم. ولكن اللي نقول لكم اللي فيها جرثومات المعده باش نوصيها وصيه لله، ماشي الدواء اللي غادي يبريها ليها، غادي تبريها ليها الى الريجيم، الريجيم التام. ما تاكلش الحلاوه بالكل 15 يوم فاش تكون دير داك الدواء، ما تاكلش الحلاوه مره، ما تدوش حداها. الا بغات تاكل تاكل التمر، ثلاثه التمرات في الصباح باش يقدروا لها طانسيون. اما الحروره، الحموضه، المرقه، اللحم، كلشي داكشي اللحوم ما تاكلوش. الريجيم الخضره مسلوقه الصوبه، والحامض ممنوع، والتفاح هو اللي تاكل في الفواكه كامله التفاح. ما تاكل لا خيار لا خص لا حتى حاجه، حيت الخيار والخص هما تيزيدوا يغلظوها في المعده. من بعد ديك 15 يوم درت الريجيم، وداك الريجيم ضرني بزاف، لما كنتي شي قويه ما تصبريش ليه مع الدواء. والحمد لله ملي مشيت لعند الطبيبه عطاتني شهر عاد رجع نعاود التحليله، وبقيت على الريجيم ديالي. واخا بقيت ناكل شويه تاع الزبيب، شويه تاع التمر، شويه تاع العسل، بقيت على الريجيم ديالي. كملت داك الشهر مشيت عملت تحليله في الرباط، هنا قال شكيت زعما قلت لا ما تكونش تحليله مزيانه ولا، مشيت عملتها في الرباط على الجدارميه، خرج لي التحليله مزيانه، ما عنديش جرثومه المعده، ما بقاتش عندي. ولكن عطاوني الريجيم، قالوا لي خاصك تبقاي الريجيم 3 شهور وانت ديري الريجيم. وعملت العسل الحره وهذاك ديال النحل الجبح، داك عصرو ديال النحل عملته شريته وعملته مع العسل، عملته شهر ودابا اللهم لك الحمد. ولكن باقا عندي الريجيم، الريجيم خاصني ندير واحد المده طويله باش ما ترجعش لي جرثومات المعده. وتنصحكم لله لا
اللي عندها جرثومات المعده الريجيم والدواء ودير التحليله، ما تبقاش متبعها الاطباء. انا غنقول لكم كيفاش هي الاعراض ديالها. في الليل تيدوز فمك بالماء، تجيك واحد الضيقه، تجيك واحد الخنقه، هذو الاعراض ديالها. وبلا ما تبقاو متبعين عاد الطبيب، عاد الدواء، بلا ما ديروا التحاليل، ضروري خاصكم ديروا التحليله ديال جرثومات المعده، حيت ولات دابا بزاف. ونوصيكم وصيه لله ثاني، الحموضه والحروره ما تاكلوهاش بزاف، واللبن شربوه، والزبده بلديه حيت ما تيقوي المناعه. انا جرثومات المعده السبب ليا فيها الريجيم، ما تناكلش داكشي ديال القطنيه، ما تنشربش اللبان، ما تنشربش الحليب، ما تنشربش، باش الحموضه ما بقاتش عندي في المعده، ديك الحراره ما بقاتش عندي في المعده. ما تبقاش عندك الحراره في المعده تتكون لك جرثومات المعده. ايوا السلام عليكم والله يشافيكم. الانسان يشوف راسو برا ما يرجعش ياكل داكشي. لا خصو واحد المده ثاني ديال الريجيم. ايوا مزيان، الله يعطيك الصحه. ايوا شكرا على هذا الاجر، هذا دابا يعطاتكم هذه النصيحه هذه اللي فيه جرثومات المعده، يحاول يطبق هادشي اللي قالت له، راه هي ما خلات ما عملت، هذا العلاج اللي جبرت. المهم كنتمنى دابا ديك الكرتونه غنصورها ونلوحها لكم في هذه القناه هذه. صافي انا غنزل لكم مع العسل اللي فيه جرثومات المعده، تقتل المعده، تقتل لك جرثومه من المعده، يخلطوها مع العسل. هايداك وصافي ان شاء الله يا ربي. وشكرا اخالتي على هاد المشاركه ديالك لهاد العلاج اللي جبرتي. شكرا بزاف على هاد النصيحه اللي نصحتي الناس. نتمنى من هي وحده فيها الله يشافيها، ما تخافش منها. امين يا ربي. خاصها عيد تبع الدواء ديالها وما تخافش منها، هي غير حشره تتموت. حشره وكتموت. اي أيوة والله يعطيها الموت. المهم اخوتي كنتمنى هاد المعلومات اللي عطاتكم على هاد جرثومات المعده تكونوا عرفتوا راسكم. اللي كيحس بديك العوارض يعني كيكون المهم هذيك العوارض هما ديال جرثومات المعده، وديك العلاجيه اللي تبعته ونجح معها، يعني ما خلت يا خوتي ما عملت. يعني انا كنت كنشوف المعاناه ديالها مع جرثومات المعده، والحمد لله قدرت انها تغلب عليها. والريجيم يا خوتي كما قلت لكم، الريجيم ثم الريجيم، الريجيم راه مهم بزاف بزاف ديال الحاجات، ماشي غير جرثومات المعده. الريجيم صعيب، اللي كيقدر عليه راه كينجح، واللي ما كيقدرش عليه كيفشل. يعني غادي تتبع الدواء وضروري معاه الريجيم. ايوا خوتي لقيتونا زعما الصراحه تبردنا هاد النهار ونشطنا مع بعضياتنا. الانسان مره مزيان انه يخرج مع العائله ومع الاصدقاء، يعني ماشي دائما الوحده، الانسان غير ولادو راجلو يعني كيبدل الجو شويه. انا هاد الناس كنعرفهم يعني في العمل ديالي، ومره يعني كتجيب الفرصه اللي كنخرجوا مع بعضياتنا. وانا يعني كنعرف الناس، يعني كنعرف صغارين كبارين، كنعاشر كل شيء، يعني ماشي كنعاشر كل شيء يعني تقولوا، كان يعني كنتعامل مزيان مع الناس كاملين، يعني وخصوصا الخدمه ديالي عندي علاقه معهم طيبه ومزيانه. يعني مراقد الام ديالي كنحترمها وعزيزه عليا. انا بديت كيعجبني نعاشر الناس اللي كبار في السن، يعني اللي كتقول مثلا قد الام ديالي، ولا يعني حسل ما انني نعاشر الناس اللي في السن ديالي، حيت ديك الناس اللي كبار يعني والله العظيم كيعطوني واحد التجربه عندهم في الحياه، يعني كيفيدوني كنستافد منه، كينصحوك. يعني كان يعني عندي عزازين عليا اصدقاء ديال الخدمه، كنخلي داكشي محترم بيناتنا، ولا جابت شي نهار كنعملو شي خريجه هيدا مع بعضياتنا. المهم فوجنا هاد النهار هذا انتما كتشوفو، ايوا عملنا واحد شويه بدون وليداتنا هاد النهار هذا خوتي. وليداتي جابوا لي راجلي حتى مشاو الناس، يعني حتى العشيه كانوا مشاو الناس وجابوا لي راجلي وليداتي، يعني كنا غير حنا مع بعضياتنا. كنهضروا بزاف ديال المواضيع، يعني كتستافد من الناس، خصوصا الناس اللي كيكونوا كبارين منك في السن وكتكون كتهضر معاهم كتستافد منهم. المهم كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف وظريف على قلوبكم بطبيعة الحال. ما تنسونيش من واحد اللايك وشي تعليق مزيون يشجعني، وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا لكم على التعاليق اللي كتخليو لي، كتفرحني يا خوتي ملي كنقرا شي تعليق وكنعرفكم باللي تفرجتوا لي الفيديو وكتساندوني. وفي بزاف ديال المواقف لقيتكم معايا
وفي جنبي. كنقول لكم شكرا شكرا بزاف، كنحس بالحنان ديالكم، يعني حنا كاملين محتاجين الحنان وشي واحد اننا انه يبغينا ويخاف علينا، ويعني وتحس بشي واحد واقف معك. شكرا شكرا لكم بزاف يا احلى متتبعين ديالي في كل مكان، جزاكم الله كل خير وبسلام عليكم. في فيديو قادم ان شاء الله يا ربي، وسنة سعيدة، سنة هجرية سعيدة، 1445 هجرية.